خلاص الاتيبيكال 1 و2 و7 تمام كده. نمسك في التيبيكال الاول، هنمسك التيبيكال الاول. التيبيكال فيها ايه؟ زي اي فرتبرا عندي، زي اي فرتبرا فيها بادي خلاص، فيها سباين، فيها ترانسفيرس بروسيس، وفيها فرتبرال فورامن او كنال. تمام لحد كده ماشي تمام. طيب اللي بيميزها السيرفايكال فورامن ترانسفيرساريم اللي هو ده خلاص، فورامن ترانسفيرساريم خلاص، فورامن ترانسفيرساريم خلاص، اللي هو يعني ايه فورامن ترانسفيرساريم؟ يعني فورم موجود في الترانسفيرس بروسيس. انا عندي ده كده الترانسفيرس بروسيس مخروم خلاص، يبقى فورامن ترانسفيرساريم ده اللي بيميز السيرفايكال. تاني حاجه السباين، السباين المفروض ان هي شورت اند بيفت مقسومه تمام. يبقى اللي بيميز لي انتوا طبعا في الموديول ده معلكمش غير السيرفايكال تمام، يعني معلكمش الثراسي، ما حدش يستقبل في الامتحان يكتب لي ثراسي تمام، ده ما بيفهم ما بيفهمش تمام. طيب يبقى انا عندي كل اللي انا هتكلم عليه الترانسفيرس بروسيس فيها الفورامن ترانسفيرساريم خلاص، السباين شورت اند بيفت تمام. طيب نيجي الاتيبيكال، الاتيبيكال الاتيبيكال انا عندي 1 و2 و7. واحد اسمها اطلس، اهي ادي الاطلس. الاطلس ايه الكاركترز بتاعتها؟ ما فيهاش بادي وما فيهاش سباين تمام، ما فيش بادي اهي، ورينج شيبت، رينج خاتم خلاص. ليها انتيريور ارش وليها بوستيريور ارش تمام. طيب عندي في البوستيريور ارش ممكن نعلم على حاجه مهمه جدا، جروف، جروف فور فيرتبرال ارتري خلاص، جروف فور فيرتبرال ارتري اللي انا معلمه عليه بالاحمر، جروف فور فيرتبرال ارتري تمام، جروف فور فيرتبرال ارتري ده مهم جدا معلم عليه في الامتحان. يبقى انا عندي دي اسمها ايه؟ اسمها اطلس. ليها انتيريور ارش هو ده، ليها بوستيريور ارش تمام، ليها عادي خالص ترانسفيرس بروسيس في فورامن ترانسفيرساريم عادي خالص تمام. ليها حاجه اسمها في البوستيريور ارش في جروف هنا بسميه جروف فور فيرتبرال ارتري خلاص، الفيرتبرال ارتري بيبقى ماشي في المكان ده، ممكن نعلم عليه في الامتحان تمام ماشي. نيجي الثانية اسمها ايه؟ اكسس. الاكسس المميز فيها اودونتويد بروسيس، ممكن نعلم عليه بالطباشير كده نقول لك ده اسمه ايه؟ اودونتويد بروسيس تمام. نفس الكلام برضو ليها باطي عادي، ليها ترانسفيرس بروسيس في فورامن ترانسفيرساريم، السباين شورت اند بيفت، نفس الكاركترز خلاص. اللي هيقول لي ان دي اكسس الاودونتويد، الاودونتويد بروسيس تمام. اخر واحده اللي هي 7 دي المفروض ان هي هتبقى شبه شويه الثراسك خلاص. الفورامن ترانسفيرساريم مي بي ابسنت، ممكن يبقى موجود ولا لا. اعرفها ازاي؟ من البروسيس، من السباين، من السباين. السباين عندي نوت بيفت، السباين نوت بيفت اند بروميننت. بصوا السباين هنا عامل ازاي خلاص، نوت بيفت اند بروميننت خلاص. دي صعب ان هي تنزل في النهايه، لا احفظها خلاص تمام سهله. انا لو لقيت فيرتبرا خلاص فيها السباين بيفت وفيها فورامن ترانسفيرساريم يبقى دي تيبيكال تمام. الاطلس والاكسس معروف شكلهم مش هنتلخبط فيهم، باقي حاجه واحده مين رقم 7 هلاقي السباين بتاعها نوت بيفت، مش هيبقى مقسوم تمام. هو هنفرقهم كده ماشي. انا كده خلصت السيرفايكال فيرتبرا.